لحمة وعندي بالخضار. أندومي أمنية وبس، خليك مع الجديد وما تروحش للقديم. أندومي أمنية وبس. صباح الخير يا أمنية. ازيك يا أحلى أستاذة ندى؟ ازيك يا أحلى أمنية في الدنيا دي كلها. أكيد عايزة واحدة أندومي صح؟ عايزة واحدة أندومي كلها دلوقتي. تمام. وعايزة واحدة معايا عشان جاية لي ضيفة النهاردة ونفسي أدوقها أندومي أمنية وبس. ماشي. اتفضلي الأندومي بتاعك اللي بيت فراخ اللي أنت بتحبيه. يا سلام على الناس اللي حافظه الحاجات اللي انا بحبها. اتفضلي الاندومي التاني. اعمله لك التاني ولا لا؟ عشان هي ممكن تجي لي متاخر شويه فابقى اعمله لها انا. خلاص اللي انت عايزاه. تسلمي يا حبيبه قلبي. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. اي حاجه بقى محتاجاه قولي على طول. حاضر. احلى امنيه اندومي امنيه وبس. اندومي امنيه وبس. اندومي امنيه وبس. يلا اندومي امنيه وبس. اندومي امنيه وبس. انا عايزه انضم. طب تعالي. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا استاذه سلمى؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا غزوله؟ ازيك يا امنيه؟ عايزين انضمي يا امنيه. حاضر. اتفضلي اقعدي. انا عارفه طبعا ان غزوله بتحبي الاندومي للفراخ. صح. استاذه سلمى بتحبي باللحمه. طبعا. انت عارفه يا امنيه احنا بنحب ايه. اتفضلي يا غزوله. انت عارفه بقى يا امنيه احنا بنحب نيجي عندك ناكل الاندومي نروح دي فسحتنا بجد. والله. ربنا يخليكي. وعارفه كمان حتى لما بعمل اندومي في البيت ما بيطلعش حلو زي اللي انت بتعمليه. والله بصراحه الاندومي بتاعك تحفه. ربنا يخليكي يا رب. انت جميله يا امنيه. شكرا. بنحب قعدتك قوي هنا يا امنيه. شكرا يا استاذه سلمى. انا كمان بحبك قوي على فكره. انت بتحب زوزو. تسلم ايدك يا امنيه. والله شكرا يا استاذه سلمى. بكام يا امنيه؟ انا مش انا عملته 15 15 30. ماشي يا حبيبي. تسلم ايديك يا امنيه طعمه جميل قوي. ربنا يخليكي يا غزل يا رب. خدي يا امنيه حسابك. شكرا. شكرا يا امنيه يا حبيبتي. بصراحه يا امنيه طعمه تحفه تحفه والله. ربنا يخليكي يا بيبي. مش هتاخر عليك. انا اروح لمدام ندى اعمل لها شعرها ربع ساعه واقلبها واجيلك على طول. والله هقلبها على طول واجيلك. مش هتاخر عليك. هي ربع ساعه بس. ماشي. انت هتقلب استاذه ندى؟ لا استاذه ندى دي حبيبتي انا بحبها قوي. يعني هتسرقها؟ لا ما ينفعش تسرقها. انا هلم بقى الناس اللي في الشارع كلها قبل ما تسرق استاذه ندى. عشان انا بحبها قوي. بابا. ايه يا كيمو؟ عملت ايه مع الحرامي بتاع امبارح يا بابا؟ انا مستحكي لك. ايه؟ نفكرني نايم بيسحب الانبوبه من ورا طلعت له مسكته وعلقته هنا. علقته هنا؟ اتصلت بالظابط جه اخده على طول. الظابط عمل له ايه يا بابا؟ لا بس الظابط زعلان مني قوي. ليه؟ عشان المفروض يكون في شهود. لازم الناس كلها تتلم. لا لازم شهود عشان المحضر يكون جامد. الله يفكروا بيني وبين الحرامي في خصومه ولا حاجه. انا مبلغ عليه كده وخلاص. صح يا بابا. يا عم محمود. ايه؟ الحق يا عم محمود. في ايه؟ الكوافيره بتاعت استاذه ندى سمعتها بتتكلم بتقول انا هسرق استاذه ندى واجيلك. تسرق استاذه ندى؟ انا سمعتها بتتكلم. وانا خايفه يا استاذه ندى ومش عايزه حد يسرق استاذه ندى. طب تعالي معايا. تعرف استاذه ندى كانت جايبه لها اندومي عشان هي بتحبها. في الاخر بصي تعمل فيها ايه؟ تعالي معايا. ده مش هسيبها لك. تعالي معايا. بس في حاجه شهود. لازم نجيبوا شهود معانا. لازم تعلموا كام واحد كده معانا ونروح عشان يبقى في شهود. طب ليه؟ عشان تتحبس على طول. طب ماشي. الظابط قال لي كده امبارح عشان يبقى المحضر جامد. يلا تعالى. يا محمد تعالى معانا. في ايه؟ في حراميه عند مدام ندى. حراميه؟ تعالى الحقوا. يلا لازم شهود معانا. عرفت ازاي؟ امنيه هيشه سمعتها. سمعتيها؟ يلا معانا. تعالى يلا. طب استنى اجيب الصندوق معايا. لا يا عم ما تجيبش الصندوق. انا هحطها في الصندوق. انت عارف كان عندنا حرامي في البلد مسخته من قفاه وحطيته في الصندوق وديته الاسم. يا عم ده ايامها سودة. تعالى تعالى معانا. تعالى تشوفوا ايام سودة دي. مدام ندى دي خرق علينا. بس تسلم ايدك على الاندومي حلو قوي. عجبتك؟ انا جايبها لك من احلى واحده بتعمل اندومي في المكان ده كله. امنيه اللي قاعده بره لو كنت اخدت بالك منها. ايوه شفتها وانا داخله. تاكلي من عندها احلى اندومي في الدنيا. لا حلو قوي بصراحه. بس انت ليه النهارده مستعجله؟ بصراحه خطيبي كلمني وعاوزني اروح له. بس بصراحه انا قلت له انا رايحه لمدام ندى. قلت له هقلبها على طول واجيلك. تقلبيني؟ تقلبيني. ايوه اقلبك. ده باللغه بتاعتنا يعني خلصت بسرعه واجيله.
انا بحسبك تقلبيني يعني اي كلام وخلاص. لا 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 اوعي تقلبيني أنا... بجد لا بسكته بس. طيب بقى وريني الالوان اللي انت كنت عايزه تعمليها. ماشي بصي اللون ده الازرق ده هيبقى حلو قوي عليكي. ازرق وبصي الاحمر ده. بصي في لون طالع جديد كده اللي هو اسود وفيه كانه حصل اصفر خفيف خالص. بصي اهو معايا برضه وفي الرصاصي. طب انت شايفه انه يليق عليا اكتر؟ انا شايفه الرصاصي هيبقى حلو عليكي والازرق انت كل الالوان هتليق عليكي. ربنا يخليكي يا رب. طب خلاص جهزهم لي بقى والمره الجايه جيبهم لي معاكي. خلاص ماشي اللي انت عاوزاه. تسلم ايدك. بصي الالوان دي برضه حلو قوي. ده عارفه يا مكه امبارح ماما شمتتني علقه. ليه يا سوكا؟ عشان عطتني 50 جنيه اجيب حاجات رحت عملت شعري. بصي وعملت له تسريحه جديده. بصراحه يا سوكا انت شعرك شبه سلك المواعين بالظبط، لكن انا الحمد لله شعري طبيعي. طب بطلي تقول الكلام ده يا مكه عشان ما ازعلش مني. هو انا جبت حاجه من عندي يا سوكا؟ انت فعلا شعرك عامل شبه سلك المواعين. ايه يا محمود بتجروا ليه؟ في حراميه عايز مدام ندى تسرقها. حرامية؟ يا ايامها سودا اقسم بالله. هاتي توبة يا مكة وسرح. انت عارفني يا حوض لما بتعصب ما بشوفش قدامي. يلا يا عم هكسر المخلصة دي عليها. يا سوكا في ايه ده؟ يلا يلا ما لقيتش الا مدام ندى في السرعة. يا ايامها سودا والله ما احنا سايبين. صندوق مدام ندى صندوق. اوعى ايدك. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش ايه؟ انت خليك علينا والله العظيم احط لك في الصندوق. ايه يا مدام ندى؟ ما لقيتش الا مدام ندى وتسقيها. انا مش فاهمه اي حاجه. انا مش فاهمه اي حاجه. في ايه؟ حرامية دي انت عايز تسرقك دي. عايز تسرقني كده. يلا تعالى على الصندوق. يلا تعالى استنى. ايه ده؟ اوعى اشغلك يا مدام ندى في الصندوق. استنوا يا جماعه في ايه بس؟ انت خليك علينا مدام ندى. انا مش فاهمه حاجه فهموني. كنت عايز يا حلعت. وفي ايه يا حرامية؟ فهميها يا امنيه. اضربها من المخلصه مدام ندى. ثواني يا عم فهميها يا امنيه. انت عايزه تقلبك. تقلبني يعني تسرقك؟ انا سمعتها بتكلم واحد قلت له انا هقلبها وبعد كده هجيلك. هتقلبني انا؟ اه ايه الكلام ده؟ مش فاهمه حاجه. مش انا لسه قايله لك كنت بكلم خطيبي وقلت له هقلب مدام ندى واجيلك على طول. انت سمعتيها هتقلبني؟ اه يعني عليكي يا امنيه. حرام عليكي. يا امنيه هتقلبني يعني هتخلصني بسرعه وهتروح لخطيبها مش هتقلبني. يعني ايه يا مدام ندى الكلام ده؟ يعني امنيه فهمت غلط خالص. يعني ايه كلمه؟ انا معايا لسه ماسك حرامي بالليل بقى مدام ندى علقته ما سبتهوش يا مدام ندى. كان بيسحب الانبوبه ومفكرني يا مدام ندى مش شايفه. لكن انا كنت صحيح يا مدام ندى. جم بهدلوني وما سبتش. انت عارفه مدام ندى؟ الاندومي بتاعتك وحشه يا امنيه. بس انا بصراحه انا فرحانه بيكي. ما كنتش متوقعه. يعني هي مش حراميه؟ عيلتك مش حراميه. انا كنت ماسك واحد في البلد كنت حاطه في الصندوق. انا كنت حالف احطها في الصندوق يا مدام ندى. انا مش مصدقه. انت خايف علينا يا مدام ندى والله. علينا والله. وبتخليني كمان ابيع قدام عمارتك وانت طيبه قوي مفيش حد بيكلمني. والله العظيم الموقف اللي انا فيه ده دلوقتي عرفت قد ايه الناس كلها بتحبني. احنا بنحبوكي. مش هتقلبني يا بنتي. مش هتقلبني. انا اسفه. ينفع كده؟ ما انا بصراحه بحب مدام ندى قوي. ماشي يا امنيه وانا مش زعلانه منك. معلش انا اسف. حقك عليا. انا مش زعلانه منك. لا لا وهحطك في الصندوق. بس انا مش مسامحاك على الماسكه اللي انت مسكتها لي. احنا اسفين. معلش والله انا مدام ندى الحرامي بيلعب الليل. سمحتي عنه ولا لا؟ سمعت يا عم محمود. عرفت انا عملت ايه ولا لا؟ عرفت الحمد لله. الشارع كله بيتكلم. ها ايوه عرفت ايه بقى مدام ندى؟ مش هقول لك بقى هتزعل قوي لو عرفت. ماشي يلا كيمو قدام عليك. عايزه حاجه مني يا مدام ندى؟ لا شكرا. يلا يا عماد دلوقتي لو في اي حاجه بس نادي عليا على طول. يلا يلا كيمو. يلا يا مدام ندى. مع السلامه. يعني مش هحط حاجه في الصندوق؟ ينفع كده؟ عشان اخر مره تقولي هقلبك دي تاني. انا حرمت مش هقولها تاني في حياتي خالص. روحي الحق يا خطيبك. امشي روحي. مع السلامه. انا اخر مره اجيلك اصلا. هتقلبيني؟ مش هسيبك والله. يلا اندومي. خد لك يمو. افطر بدي لك يمو. هات يا بابا. وانا افطر بديت. يلا ماشي كده. 20 جنيه. 20 جنيه ليه؟ انا سيبتنا شغلنا وجينا.
لو احنا كنا مسكنا حرامي كانت مدام ندى رضيتنا. طب ماشي، طب انا مالي؟ يعني فرق بين انا وانا. طب ما ينفعش كده، لازم تدفع فلوس. طيب صباح الفل يا امنية. من حقك من حقك. اي خدمه امنية، انا هاخد واحد ليا واحد لابويا. طب ما ينفعش كده، خلاص هو واحد بس. طيب حرام كده، ليه واحد ليا واحد لام؟ من حقك، اتفضلي. يلا يا سوكا. يلا يا ماك. انا اللي جبته لنفسي. عايزه حاجه امنية؟ تعالى استنى استنى، اتفضل. لا امنية كتير كده امنية. لا لا لا، ما جاتش علي. طب خلاص هاتي واحد لمراتي. اتفضل. وبيت يا امنية، هاتي كمان واحده لبيت. ما كنت اتفضل. صباح الفل يا امنية. انا اللي جبته لنفسي، اعمل واحد لنفسي بقى، ما جاتش عليا انا كمان. بابا. ايه يا بطل؟ انا عايز اكل اندومي عند امنيه. طب ما ماما عامله اكل في البيت حلو قوي. لا يا بابا، انا عايز اكل اندومي عند امنيه. حاضر يا بطه، مش هقدر ازعلك، تعالي اتفضلي. ازيك يا امنيه، عامله ايه؟ ازيك يا استاذ احمد؟ هات لي واحد اندومي. حاضر، اتفضلي يا بطه. شكرا يا امنيه. عارفه بقى يا امنيه، بطه بتحب الاكل بتاعك قوي. بجد؟ والله. الو يا استاذ محمد، انا في شارع 8 اهو. خلاص تمام. بص هروح لواحد 10 دقايق هقلبه واجي لك على طول. هقلبه اه واجي لك. اه طب ماشي، سلام. بتضحكي ليه يا امنيه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، افتكرت حاجه وبضحك عليها بس. مبسوطه يا بطه؟ مبسوطه قوي يا بابا. مش هتقولي ربنا يخليك ليا يا بابا يا حبيبي؟ طب كلي الاول يا حبيبتي، كلي. ربنا يخليك ليا يا بابا يا حبيبي. ايه العسل ده بس يا ناس ده بس؟ الله، الاندومي طعمه قوي جميل قوي يا امنيه. شكرا يا بطل. شكرا.